طرحنا لها ثلاثة أسئلة، في أحدها تسأل وتقول: ما حكم الصلاة والفتاة أو الفتى مغمض العينين؟ يكره أن يغمض الإنسان عينيه في الصلاة لأي حاجة، أما إذا كان إغماض العينين لحاجة كان يكون أمامه ما يشوش عليه فيغمض عينيه عن ذلك فلا بأس، أما إذا كان من غير حاجة فإنه من الأمور التي تكره في الصلاة. والمشروع في حق المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده وأن لا يسرح طرفه إلى ما أمامه، بل ينظر إلى موضع سجوده لأن ذلك أجمع لفكره وأبعد له عن المشوشة. جزاكم الله خيرا.